السلام عليكم، احنا الاطباء المقيمين في المركز الاستشفائي الجامعي بالبوليدة نتوجه كل المواطنين والمواطنات المهية في ولاية البوليدة وباقي الولايات الى التحلي بالوعي والجدية وترك كل ما هو هزلي والمسخرة اللي رانا نديروها والسخرية من داء كورونا اللي راه مسبب كوارث واغلق بلدان باكملها. في ايطاليا عزل 15 مليون مواطن، ايطاليا بما تتوفر عليه من وسائل ما قدرتش تقاوم المرض، بريطانيا كذلك. جماعة الحالة ما راهيش تشكر، راهم كاين مرضى مشتبه فيهم، مرضى مصابين. تحلوا بروح الوعي يا جماعة، حاولوا ما تخرجوش من الدار الا للضرورة القصوى، تجنبوا اسباب المرض وما تجيوش للمستشفى الا لظرف قاهر، واللي يجي مع المستشفى يجي مريض واحد. راهم كاينين حالات مؤكدة، حالات مشتبه فيهم. تفادوا اماكن الازدحام، المقاهي، الحفلات على الاقل في هذا الشهر باش ننقصوا من العدوى وننقصوا من انتقال المرض. حافظوا على ابائكم امهاتكم من هذا المرض، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه، اذا تفشى عندنا المرض يدير كارثه. خذوا الامر على محمل الجديه يا جماعه.